أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الواجب في اتباع الصحابة رضي الله عنهم اتباع ما عليه جمهورهم أو حتى ما فعله بعضهم؟ فقد فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أمورا لم يفعلها الآخرون، ما هو الضابط في هذا؟ يظهر أن السائل ما درس في أصول الفقه. أصول الفقه يقولون: قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي مثله، إذا خالفه صحابي مثله ليس بحجة، أما إذا قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو حجة، لأن هذا كالإجماع منهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.